راعي لقائنا، حضرت السادة الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أستهل كلمتي من حيث كان كل زميل لنا يستهل يومه ويوم عمله. بتحية صباحية بدي أعتذر لكم هيك سيستهل لك نهاره بتحية صباحية من فجر بارق متبسم وعينين متلألئتين تنبئان بلحن الفرح الدائم. ولأننا يا زميلة العمر الحديث أناس قياميون لا يقطعون تحت أدراج الموت البائس، أينما ذهبت الأجساد فلن نذكرك إلا بفرح الرجاء وغطة الوجه الصبور واليقين بأنه حيثما اجتمعنا كأسرة مارياس وأصدقائها ومحبيها فأنت حاضرة معنا بهاء شاهدا للغلبة على الظلمة، فلك منا على الدوام ملء الشكر وكل الوفاء. أما بالعودة إلى موضوع لقائنا، فصحيح أن مؤسسة باركي فاونديشن قد شرفتني بالتسمية ضمن أفضل 50 معلما في العالم، إلا أنني أود أن أبدأ بالقول لكل زملائي في مارياس وفي لبنان، كلا قطعا لست الأفضل بينكم، لأنه بالأساس أي مفاضلة لا تستقيم بين الذين يمتهنون المحبة لخدمة إنماء الإنسان. عنيت بهم كل معلم يعمل بشغف التجديد غض النطاق بعض الأحيان عن بعض الإجحاف وعن الظروف الصعبة التي تحيط بأهل هذا القطاع من معلمين ومؤسسات وأهالي. ولكن دعوني أصارحكم أنني أيضاً سررت جداً بهذا التصنيف لسببين. الأول أني رأيت فيه تقديراً لجهودي وإخلاصي وصبر أسرة مدرسة مارياس كاملة من عمال وموظفين وأساتذة وإدارة. حين دخلت مدرستنا الحبيبة رغم كل شيء أرقى المحافل التربوية العالمية شامخة صامدة بوجه رياح عاتية لو واجهتها الجبال لانحنت. الثاني رأيت في هذا التصنيف تكريما لكل معلم لبناني بقي يعمل بإخلاص ويبدع في بلد لطالما أتحفنا المسؤولون الحكوميون فيه بمقولتهم الشهيرة إن المعلمين قطاع غير منتج. وها نحن والحمد لله اليوم نتمتع بما أنجزت عبقريتهم المنتجة من أزمات لا تعد ولا تحصى. إلا أن ساني باركي هذا الإنسان القادم من الهند ومن أسرة محدودة الدخل، حيث كان والده أستاذاً يعلم اللغة الإنجليزية في دبي، وجد الفرصة ليصبح من كبار رجال الأعمال في العالم وأسس شركات واستثمارات ضخمة في قطاعات عدة وقارات ثلاث وبنى شبكة من العلاقات مع رؤساء دول وحكومات واستثمر أيضا في التربية حيث أنشأ سلسلة مدارس جيمس التي أصبحت تضم 170 مدرسة منتشرة حول العالم. لكنه مشى بعكس سير حكوماتنا المتعاقبة، إذ عاد وقرر في وقت مبكر إنهاء كل استثماراته في شتى القطاعات الأخرى المنتجة والاحتفاظ فقط بالمدارس.
إيمانا منه بأن الاستثمار الأهم يكمن في تحفيز الإنسان نحو الإبداع لأنه القيمة الأسمى. فتفرغ لمؤسسته الخيرية التي أسسها من أجل العمل طيلة العام على تحضير حدث واحد بشقين. الشق الأول The Global Teacher Prize، جائزة أفضل معلم في العالم، التي كان لنا شرف إيصال اسم لبنان مع راحلها النهائية للمرة الثانية على التوالي بعد أن قامت بهذا الإنجاز العام الماضي الزميلة العزيزة هبة بابوت. يقول فاركي إن الهدف من هذه المسابقة هو إعادة الاحترام لموقع المعلم، وذلك عبر الإضاءة على المعلمين متميزين عبر العالم وفقا لشروط علمية عصرية عقد إلى مجموعة من كبراء عالميين في التربية بمهمة وضعها. وما نتج عن هذه المسابقة منظمة سميت سفراء فاركي المؤلفة من المرشحين النهائيين 50 عن كل عام، والتي لي بالتالي شرف عضويتها. مهمتها العمل على تشجيع التطوير التربوي في العالم والالتقاء كل عام في دبي لتبادل الخبرات ومشاركة فرحة اختيار زميل لهم كأفضل معلم في العالم. الشق الثاني وهو الحدث التربوي الأضخم يتلازم مع مؤتمر سفراء باركي، يستقطب مشاركين من كل حدب وصوب، وأصبح بسرعة قياسية محط أنظار العالم كله وتقديره، وهو المنتدى العالمي للتربية وتنمية الكفاءات الذي بات تقليداً سنوياً يقام في فندق أتلانتس البالم دبي، ويجمع آلاف الخبرات من حول العالم من أعلى المستويات حول عنوان واحد، وهو الإيمان بتحديث التربية طريقاً وحيداً لتطوير المجتمعات. لن أتكلم في الإحصاءات التي سبقني إليها حول المدير أستاذ ميشيل والذي شرفني بمشاركته إياه هذا المؤتمر. سأضيف فقط نقطة واحدة، أن معالي وزير التربية وجهت له الدعوة إلى هذا المؤتمر، وأنا شخصياً توليت تذكيره 3 مرات بأهمية وجود لبنان بلد أحفاد الفينيقيين، ففضل التواجد في مؤتمر بروكسل للنزيه. الأمر الثاني، بعض الشخصيات المشاركة في هذه المؤتمرات جرت العادة أن يتلقى الفائز بالجائزة التهنئة الأولى خلال الاحتفال من رئيس جمهوريته برسالة تبث عبر الشاشة. زميلتنا حنان حروب زيتونة فلسطين كما سميناها كان لها استثناء بأن أعلن فوزها بلقب العام 2016 قداسة البابا، ومنه نالت تهنئتها الأولى. الأمر الثاني، من ضمن بعض الشخصيات المشاركة سمو السيد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الذي هو بغنى عن التعريف، المواكب سنويا لهذا الحدث وراعي الحفل الختامي وصاحب المقولة البليغة إن المستقبل ينتمي للذين يستطيعون تخيله فتصميمه ومن ثم صنعه. المستقبل ليس أبداً لأولئك الذين يجلسون بانتظاره، ولعل مدينته خير دليل على ما يقول. الأمر الثاني، بعض الشخصيات المشاركة أيضاً في هذا المؤتمر رئيس الحكومة البريطاني الأسبق توني بلير المشارك لعدة سنوات في هذا اللقاء، يقول إنها المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء على مهنة التعليم بهذا القدر الذي تستحقه، وأنا سعيد وفخور أن واحداً من أساتذة بلدي هو ضمن المرشحين النهائيين للجائزة. الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعيد مشاركته في فعاليات المنتدى إحدى السنوات يقول أهني كل معلم وصل إلى النهائيات لأني أرى من خلاله ملايين المعلمين الملهمين حول العالم، وما يصنعونه كل يوم هو أفضل استثمار لمستقبلنا الذي نتشارك به في هذا العالم.
وزير تربية البرازيل بلد 200 مليون نسمة، حين علم أن من بين المرشحين النهائيين 50 يوجد برازيليان اثنان، ركب الطائرة لساعة ونصف كي يأتي ليهنئهما في عقر دارهما، وبالطبع كانت له مشاركة مميزة في المؤتمر. الأمر الثالث الذي أحب الإضاءة عليه هو بعض الزملاء المشاركين، زملاء التوقيت. جيمس لينفيل أستاذ أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية، أرض الأحلام بالنسبة للمليارات من أبناء الكرة الأرضية. ترك بلاده وأتى إلى الصومال متطوعاً، يتنقل بين المناطق النائية ليؤسس فيها المدارس دون مقابل. حين ورث ثروة بقيمة مليون دولار تبرع بها أيضاً لمشروعه هذا. سألته عن السبب، أجابني بفرح: هذا المال لم أتعب بتحصيله، فليذهب إلى من يستحقه أكثر مني. الأستاذ راشد هاشم من دولة الإمارات العربية، حائز على دكتوراه في التربية البدنية، أسس مركزاً مجانياً لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الأحدث من نوعه في العالم على نفقته. حائز على جائزة أفضل معلم في الخليج، وعم أنه يفتح لوحده الميناء. الأستاذة ماجدالينا ديغالا من بولونيا تعلم اللغة الإنجليزية فقط من خلال الموسيقى والفنون، حيث كان هذا موضوع رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها، وحائز أيضاً على جائزة أفضل معلم في دول البلقان. الأستاذة كاترينا فيكوفيتش من صربيا، أستاذة معلوماتية متخصصة في الروبوتكس، علم برمجة الروبوت، تصر على طلابها بأن يعملوا على برمجة مهام للروبوت ذات بعد إنساني يهدف لخدمة الإنسان، يكون هدفها خدمة الإنسان، وبالتالي تعلمهم من خلال ذلك التزام عموم الإنسان فيما هم يتعلمون برمجة الروبوت. طلابها حازوا على جوائز عالمية عدة على هذه المشاريع، وهي أيضاً حائزة على جائزة أفضل معلم في دول البلقان. أما مسك ختام الأساتذة، العزيز بيتر طبيش الفائز بالجائزة بكل استحقاق، أستاذ رياضيات وفيزياء بارع في التعليم، يتبع نهجاً عالمياً حديثاً اسمه السام. صحيح أنه لم يبتكره، ولكنه ابتكر ما هو أهم. إليكم قصته، رح أحكيها بالدرج السريع. بيتر هو ابن عائلة فقيرة جداً من أرياف غينيا، توفت أمه قبل من 4 سنين، اضطر أبوه أنه يشتغل طباخ بالبيت ومستاهل البيت إلى آخره، وبنفس الوقت مصر على تعليمه هن العائلة الفقيرة. فبيقول بيتر بتذكر أنه بأيام طفولته كان بعض الأيام أربط المنبه على الساعة 5 الصبح حتى فيه يشوف بي نتفة صغيرة، لأنه كان بي يقدر يجي على البيت 4 ساعات عنه مشتغل 20-21 ساعة قرار البيت تأمن تعليمها. فأول قرار أخذه بيتر لما تخرج وصار أستاذ تيرد لبيه المعروف أنه يخصص 80% من معاشه لتبرع فيه لتعليم الطلاب غير القادرين على التعليم بمنطقته الفقيرة، وبالتالي كان هذا واحد من أهم دوافع حصوله على الجائزة. وكل الذي تسنى لي عرضه صدقوني ليس سوى غيظ من فيض مما رأينا هناك. كسفراء جدد لباركي، عملنا بدأ اليوم ولن ينتهي. أفكارنا كثيرة، سنسعى لتحويلها إلى مشاريع بالتعاون مع منظمات غير حكومية بالطبع، وسنحفز زملائنا في لبنان على المشاركة المستمرة في هذا الحدث العالمي، وواثقون أن المعلم اللبناني لن يغيب أبداً عن نهائيات الأعوام المقبلة، لا بل أملنا أن نراه رابحاً وفائزاً إن شاء الله. واسمحوا لي أيضاً
أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من صاحب السيادة المتروبوليت فران لرعايته الدائمة لنا وليس لهذا اللقاء فقط. معالي الوزير السابق نهول تويني محبته واهتمامه بأدق التفاصيل، السيدة سمر بولس نجار مدير عام مؤسسة الصفدي ومستشارة الوزيرة فيوليت الصفدي على اهتمامها السريع بهذا الموضوع، الأستاذ ميشيل أطرى مدير مدرستنا الحبيب على كل الدعم الذي أبداه منذ اللحظة الأولى وعلى إعطاء الشعور بأنه الرفيق وليس فقط المدير، الزملاء الأحباء الذين غمروني بمحبتهم. وبالمناسبة أقول لكم، من لديه زملاء مثلكم لا حاجة به للجوائز فقد نالها. زوجتي الحبيبة وأبنائي الأحباء، على كل الأشياء وأهمها وجودكم في حياتي، واعذروني على كل ما أخذته من دربكم من وقت. أفراد عائلتي جميعا من الإخوة وزوجاتهم وبناتهم وأبنائهم وعائلاتهم على الإحاطة والدعم، وأقول عائلتي بشقيها الأنطوني والصهيوني. أصدقائي الذين واكبوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم كثر وأنا عاجز فعلا عن شكرهم، وطلاب الأحباء الذين منكم ينبروا ولكم يعود كل نجاح، ولولاكم لما كان هناك شيء اسمه نجاح. وحضراتكم جميعا الذين شرفتموني بحضوركم الغالي على قلبي، ولا يتسع الوقت لشكركم فردا فردا، ولكن اسمحوا لي طالما أن الكلام في التربية والتعليم، فشكري العميق والأخير إلى معلمي الأكبر ومعلم الكثيرين هنا وفي كل مكان. شكراً دكتور كوستي بندري، لأنك لم تعلمنا بأسبق الكلمات وأعمقها فحسب، بل بسمو حياتك ونبل مواقفك حتى وهي في قمة ثوريتها. أبو اسكندر الحبيب، شكراً لروحك الطاهرة التي من عليائها لا تنفك تتشفع لأحبائك، والسلام.